بمناسبة مرور 50 عاماً على انطلاق عملها الإنساني في سوريا، افتتحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري معرض أثر الذي يعكس عبر مئات الصور مراحل لفترات متعاقبة من العمل الإنساني للمنظمة الدولية، وذلك في تكية سليمانية بدمشق. 50 years our mandate, our activities were first. نحتفل بمرور 50 عاماً على عملنا في سوريا، كنا خلالها نقدم المساعدات بكافة أشكالها طبية وعلمية وحياتية. وعندما بدأت الأزمة في سوريا عام 2011 بدأنا بالعمل أكثر، فنحن ملتزمون بتقديم العون للمحتاجين بغض النظر عن انتمائهم أينما وجدوا، واللجنة لن تتوانى عن تقديم المساعدة طالما بقي أشخاص بحاجة إلى دعمنا بمساعدة منظمة الهلال الأحمر العربي السوري الذي لم يكن شريكنا في عملياتنا ومشاريعنا فحسب، بل كان جزءاً مهماً من تاريخنا وتاريخ الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر في سوريا. معرض أثر هو بيتكلم عن أثر، أكيد أثر المنظمات الإنسانية هنا في سوريا لتخفيف المعاناة عن المدنيين اللي تضرروا بسبب الأزمات، لكن كمان الأثر اللي قبله أو أثر السوريين كمان على فرق الصليب الأحمر هنا في سوريا من خلال قصصهم ومن خلال معاناتهم وكمان أملهم اللي أثرت فينا على مدار 50 سنة اللي فاتت. كنت حابة برضو أدي نبذة، يعني جايز ناس كتير ما تعرفش إن تعرف بس الصليب الأحمر خلال 5 سنوات الماضية، لكن الحقيقة إحنا متواجدين هنا في سوريا من 50 سنة، من سنة 67، وده أكيد يعني هو مهمة اللجنة الدولية الصليب الأحمر هو التدخل أو تقديم المعاناة الإنسانية خلال النزاعات. في عنا مشروع كبير يلي هو مشروع المياه، ومثل ما بتعرفوا إنه قطعة المياه عن دمشق أو عن حلب بالتعاون مع الجهات الحكومية طبعا، ولكن الهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر قاموا بالأعمال اللازمة حتى ينعم المواطن السوري بمياه الشرب الصالحة. وفي عنا المشروع يلي كمان كتير مهم هو الأطراف الصناعية يلي موجود مركزين، واحد في حلب وواحد في دمشق، بيحصل عليه من فقد أحد أطرافه بالخدمة المجانية مع التدريب حتى يقدر يعيش وتكون نفسيته بتساعده على الحياة مباشرة. وفي كمان مشروع يلي كتير مهم يلي اسمه سبل العيش. ما هي سبل العيش؟ هي إذا كان أحد الأشخاص فقد أرضه مثلاً، اللجنة الدولية والصليب الأحمر والهلال الأحمر بيدرس الحالة، بيمنحهم البذار مع السماد اللازم حتى يقدر يعيش ويعيش عائلته بعد العودة إلى منطقته ويحصل بكرامة على عيشه. نحن نتعامل الآن مع ما يزيد عن 23 منظمة دولية غير حكومية، يعني كما هو الحال بالنسبة للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، وهذه المنظمات تقوم بتنفيذ الكثير من المشاريع بالتعاون مع الجهات المعنية في الحكومة السورية أو مع المجتمع المدني السوري، ونحن مرتاحون للعلاقات التي تربطنا مع هذه المنظمات. تضمن المعرض صوراً عن الذكرى 50 للعمل الإنساني وللعاملين في الصليب الأحمر الدولي، وهدفهم خدمة الإنسانية والشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل رسالتهم ضمن سوريا، وأسماؤهم إضافة إلى سياج وعليه صور لأعمال اللجنة من نقل البضائع من الأراضي المحتلة والعرائس وغير ذلك من الأعمال الإنسانية. كما تضمن عرضاً للمنتجات والبضائع إلى جانب عرض مسرحي للمبادئ 7 للصليب الأحمر وصوراً لشخصيات تمت المساعدة لهم. ويستمر المعرض حتى يوم الخميس المقبل، وهو حسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبارة عن رحلة إنسانية للتعرف ليس فقط على الأثر الذي تركناه على الناس في سوريا خلال 50 سنة الماضية، ولكن أيضاً الأثر الذي تركه فينا السوريون. حضر الافتتاح وزراء السياحة المهندس بشير يازجي والشؤون الاجتماعية ريما قادري والإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ورئيس جامعة دمشق الدكتور محمد حسان الكردي وعدد من السفراء المعتمدين بدمشق ومن العاملين في اللجنة والهلال الأحمر.